السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي هام شانيل. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال الدنجال، تجي خطيره بزاف. حنا كلنا تقريبا في المغرب تنديروا الدنجال سوا غراتان سوا زعلوك ولا هكا دواور مقلي في الزيت، يعني ما عندناش شي حاجه اخرى نخترعوها به. اليوم انا جبت لكم واحد الشكل زوين تقدروا تقدموه في بيوتكم لوليداتكم وعائلتكم، ولا حتى كانوا جايين عندكم الضياف تيجي في التقديم حتى هو زوين. غنحتاجو هكا جوج ديال الدنجالات، جوج دروس ديال الثومه، فلفله، مطيشه، جوج بيضات ومليحه والبزار وشويه القزبر ومعدنوس. بقاو معايا نوريكم الطريق. اول حاجه غناخدو الدنجال ديالنا غنحيدو ليه هذا الراس ديالو، الريوس بجوج هذا وهذا، وغادي نقطعوه هكا دوائر ما يكونوش رقاق بزاف بحال هكا في السمك. وغادي نكونو جايبين بانيو ديال الماء غنلوحو فيه هاد الدواور ديالنا، قطع لي الدوار اللي قطعناها نلوحوها في هذاك البانيو ديال الماء بحال هكا ونديرو في الماء. من بعد ما قطعنا كاع الدنجال ديالنا ودرناه في هذا البانيو فيه الماء، دابا غناخذو فلفله نقطعوها طريفات صغار، صغيرين نديرهم في هاد لو بول هكا بحال زلافة كبيرة. من بعد غناخدو مطيشة ديالنا ما غنقشروهاش غنخليوها هكا بجلوفها، وحتى هي غادي نقطعوها طريفات صغيورين نقطعها ونرجع لكم. من بعد ما قطعت مطيشه ديالي حتى هي غادي نزيدها مع ديك الفلفله اللي درنا في ديك الزلافه الكبيره، غادي نحكو عليهم الثومه داك جوج دريسات ديال الثومه، ناخذ داك الدنجال ديالنا اللي درناه في الماء عندو ناخذ وحده بوحده ونخويو ليها القلب ديالها، نحيدو ليها كاع داك الداخل ديالها بحال هكا، نحيدو لها الداخل ديالها ونرجعوها للماء. هاد الدائره اللي خوات نرجعوها للماء، واي داك كاع داك الداخل ديالها اللي حيدنا غادي نقطعوه حتى هو دي بيتي مورسو صغيورين ونلوحوه مع الخليط ديال الفلفله ومطيشه. بحال هكا نديرو حتى هو في هذيك الزلافه، نعاود وحده اخرى نحيدو ليها الداخل ديالها غير بشويه باش ما تقطعش لكم من الجنب. هكا نرجعوا هذه الماء
وهذه نقطعوها طريفات صغيرين. غنكملهم كاملين، بقاو معايا. من بعد ما قطعنا كل شيء، مطيشة، فلفلة، الداخل ديال الدنجال، درنا معاهم شوية ديال القزبر ومعدنوس، وهاد الدواور ديالهم صفيناهم من داك الماء، خاصهم يتصفاو مزيان ما يبقاش فيهم الماء. دابا غناخدو هاد الخليط ديالنا، غادي نزيدو عليه جوج معالق كبار ديال الدقيق فورس، وغادي نزيدو عليه الملحة على حسب الذوق بيان سور. نزيدو عليه البزار، وجوج بيضات ديالنا. وغادي نخلطو كلشي. استمرنا الدنيا شي مشكل، وغنخلطو جميع العناصر. من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا كامل، ها هو درنا فيه البيض، جبنا مقله درنا فيها شويه ديال الزيت، غادي نشعلو عليها تسخن. من بعد ما سخنات لينا الزيت، غنبداو نجيبو الدوائر ديالنا، نخلطوها، نحطو اول دائره ونديرو فيها الخليط في الوسط، بهذه الطريقة. نجيب دائرة أخرى، نحاولو نهزو شوية ديال الفلفلة، مطيشة، دنجال، كلشي نديرو الوسط. هكا حتى نعمرو الدوائر كلها. ثقوا بيا راه تيجي لذيذ بزاف ومنظر جديد. دابا غادي نقلبو اول وحده درنا، غتكون تحمرات من تحت بهذه الطريقه. نقلبو الثانيه حتى هي، دونك تنبقاو على هذا الحال اللي طابت تنقلبوها تيطيبو لينا من الجوانب كاملين. تيتحمرو مزيان، نزيدو هنا شي وحده صغيره مزال فينا البلاصه. الدنجال ديالنا من بعد ما طاب
تيجي في هذا الشكل هذا، راقي بزاف، حتى لو حطيته للضيوف تيجي غزال بزاف في المنظر. تنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، هي مغايره بزاف للزعلوك اللي ديما تنديروه ولا الدنجال عادي هكا دواور مقلي. بالصحه والراحه. ما تنساوش دائما تضغطوا على زر الاشتراك وديروا لي جيم باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء.